الدعم اللامحدود الذي تعهدت به إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لا يلقى قبولا حتى من الدبلوماسيين الأمريكيين على ما يبدو. فبحسب مذكرة مسربة حصلت عليها صحيفة بوليتيكو، فإن موظفي وزارة الخارجية الأمريكية وجهوا انتقادات لاذعة لطريقة تعامل بايدن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلين إن الولايات المتحدة يجب أن يكون لديها استعداد لانتقاد إسرائيل علنا. المذكرة أشارت إلى فقدان متزايد للثقة بين الدبلوماسيين الأمريكيين في نهج بايدن تجاه أزمة الشرق الأوسط، واحتوت على طلبين رئيسيين: الأول أن تدعم الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، والثاني أن توازن بين رسائلها الخاصة والعامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك توجيه انتقادات في العلن لتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ولطريقة تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين. المذكرة نصت على أن الفجوة بين الرسائل الخاصة والعامة الأمريكية تسهم في تكوين تصور عام بأن الولايات المتحدة جهة فاعلة متحيزة وغير نزيهة، وتقف عائقا أمام تعزيز المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم. وطالبت الإدارة الأمريكية بأن تنتقد علنا انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية في حربها على غزة، مثل الفشل في حصر العمليات الهجومية على الأهداف العسكرية المشروعة. وأضافت المذكرة أنه عندما تدعم إسرائيل عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، فيجب عليها أن تقول علنا إن هذا يتعارض مع قيمنا الأمريكية. وعلى الرغم من أن المذكرة قالت إن لإسرائيل حقا مشروعا في السعي لتحقيق العدالة ضد مقاتلي حماس، فإنها أكدت أن حجم الخسائر في الأرواح البشرية حتى الآن غير مقبول، في إشارة إلى آلاف الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في غزة.